فقط وحصريا على موقع أنا السلفي. لما دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة فاتحا عليه الصلاة والسلام قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، لأن مكة صارت دار إسلام وستبقى هي والمدينة دار إسلام حتى يرث الله الأرض ومن عليها، وسيدفع الله سبحانه وتعالى عنها كل شر وسوء وكل ضر، وسيحميها ربنا سبحانه وتعالى كما حمى مكة من أبرهة الحبشي عندما جاء بأفياله لهدمها، فإن الله سبحانه وتعالى أرسل عليه طيرا أبابيل ليعلم الناس أن حماية البيت إنما هي عند الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى لم يسندها لأحد، حتى عبد المطلب الذي كان في جاهلية وكفر قال أما الإبل فلي وأما البيت فله رب يحميه، وقد كان أن أرسل الله سبحانه وتعالى طيرا أبابيل. فمهما كادت الصهيونية العالمية ومهما كاد الشيعة ومهما كاد المجوس لهدم بيت الله سبحانه وتعالى أو النيل منه أو إيقاع الضرر أو غير ذلك، فإنهم هيهات هيهات أن يصلوا إلى مثل ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى سيجعلهم عبرة لمن يعتبر، كما جعل أبرهة عبرة وأنزل الله عز وجل فيه سورة تقرأ إلى أن يرث الله الأرض من عليها، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. وسيكون هؤلاء كعصف مأكول إذا أرادوا أن يقتربوا من البيت، إنما يدبر من المؤامرات لهذه البلدة، إنما هو يدبر لأجل هذا الشعار، لأجل هذا الإسلام، لأجل هذا الدين. السعودية بلد منشأ الإسلام، فيها نشأ وفيها ترعرع وفيها بذل المسلمون كل غال ونفيس، وفيها أقاموا دين الله عز وجل، ومنها انطلق الإسلام إلى ربوع المعمورة، وبها وبرجالاتها أسلمنا نحن وغيرنا. أجدادنا أسلموا بجهود بذلها أهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل مكة وأهل نجد وغيرها. هؤلاء بذلوا في سبيل الله سبحانه وتعالى كل غال ونفيس حتى أسلم أنا وأنت والرجل في الصين والهند وأندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وفي أمريكا والأرجنتين وغيرها. هؤلاء أسلموا بفضل الله عز وجل، ثم بفضل رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بفضل الأصحاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل هذه البلاد، الذين لم يكتفوا بإسلامهم ولم يكتفوا بنجاتهم، بل خرجوا بعد ذلك من جزيرة العرب، خرجوا إلى الشام وخرجوا إلى بلاد فارس وخرجوا إلى بلاد بيزنطة والرومان والقبط والبربر، حتى دخلوا بلاد القوط في الأندلس، ثم دخلوا بلاد الهند والصين والأرمن وغيرها في شرق المعمورة من بلاد شرق آسيا وغيرها، ودعوا جميع الناس بكل اللهجات التي يتكلمون بها، بكل القوميات التي كان الناس عليها، دخلوا في دين الله عز وجل أفواجا، إنما بفضل جهود رجال من هذه البقعة المباركة التي يريد أعداء الإسلام محو هذا التاريخ والقضاء عليه. فهؤلاء لن ينالوا خيرا، لأن الله سبحانه وتعالى تعهد بحفظ كتابه، كما أن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا أنه حفظ بيته الحرام وجعل ذلك سابقة لتكون عبرة لكل من يعتبر ولكل من تسول له نفسه أن يقترب من الحرمين الشريفين أو من بلاد الحرمين الشريفين. وبلا شك أن أمن هذه البلاد إنما هو أمن جميع المسلمين من أهل السنة والجماعة في مشارق الأرض ومغاربها، لأن هذا هو الشعار الأول لأهل الإسلام الذي ينبغي أن يحافظوا عليه، وإن لم يحافظوا على ذلك فليس ثمة وجود لهم على أرض هذه المعمورة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.